مرة أخرى لكي يكون وسيلة من وسائل الجماعة للسيطرة للعودة؟ والله إذا كان هو موجود في الأربعينات أيام الأستاذ البنا، والأستاذ البنا رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا، هو من بذر بذور العنف حينما قال، لما سئل عن استخدام عن أنواع القوة، القوة العقيدة الإيمان، قوة الوحدة والارتباط، ثم قال قوة الساعد وإيه والسلاح. وبالتالي فإحنا أمام ناس بيستعيدوا ما قاله الإيه الأستاذ البنا فيما يتعلق بقوة الساعد والسلاح حينما لا يجدي غيرها كما قال. نعم، فأنت ترى أنهم الآن يستخدمون قوة الساعد والسلاح ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. نعم. يعني هل تتوقع محاولات اغتيالات قادمة؟ ده بيتوقف على وجود ثغرات من عدمه. يعني النية موجودة. النية موجودة طبعا. النية موجودة. طبعا. أنا أشعر أن النية موجودة. لكن ده بيتوقف والقائمة على موجودة. والقائمة يعني موجودة. أو القوائم موجودة. أو القوائم موجودة. ده بيتوقف على سرعة الحركة فيما يتعلق بالمعلومات، سرعة الحركة فيما يتعلق باقتفاء أثر هذه الإيه الخلايا، لأنه هي أشبه بخلايا عنقودية. نعم. الخلايا العنقودية يبقى كل عنقود لوحده وليس متصلا ببقية الإيه بقية العناقيد. وبالتالي حتى إذا ضبط فرد، إذا اعترف على 4 أو 5 من إخوانه، لسه بقيت العنقود، لسه بقيت العناقيد موجودة. نعم. مين الموجود دلوقتي في أجندة الاغتيال؟